مباشر مبروكه رمضان كريم المغاربة. بالنسبة للإقبال شوية في هذا رمضان شوية ضعيف على السنوات الآخرين، والحمد لله يعني راه كاين دابا بالنسبة لرمضان دابا حنا معروفين، عندنا معروفين بشباكية ومخرقة وهداك الشيء معروفين، ويوني الإقبال شوية ضعيف على سنوات أخرين. بالنسبة دابا كاين هذا الوباء، الله يرفع علينا الوباء، هنا راه كاين ضعيف دابا، ضعيف شوية الإقبال، والحمد لله راه كاينه الشباكيه المخرقه البريوات الصفوف الزميطه مقروط، وهي الحلوه اللي كتمشى بزاف، كيتمشى مخرقه شباكيه بريوات سلو كيتمشاو، هادو كاينين كيكون عليهم اقبال. حنا دابا الاقبال دابا ضعيف على سنوات اخرين، يعني الناس اللي كنا تنخدموا مع الجاليه وما كنخدموا مع هادو الجاليه حاليا دابا راه ما كايناش، ما داخلينش. والمغاربه ديالنا حنا يعني داك الاقبال اللي كان ديال الناس اللي كانوا كيصيفطوا للبوادي وداك الشيء، يعني الاقبال ضعيف شويه، يعني بالنسبه كانوا كيديروا واحد الكونتيتي، الكونتيتي ما بقاش يديروا الكونتيتي، يعني ضعفوا الموالف، تيصيفط 10 كيلو 15 ولا دابا تيصيفط 4 كيلو 5 تيصيفط العائله ديالو، يعني حتى الوقت عنده شويه تا هو محفوك. الاسعار ديال الحلويات الثمن اللي كان شحال هذا هو اللي مازال الثمن واحد، يعني ما زدنا لا واخا زدنا الزيت وزدنا دوك الحوايج، حنا ما زدناش الثمن، راه باقي هو هو، يعني ما كاينش الوضعيه شويه ضعيفه، ما كاينش علاش غادي تزيد، يعني كنشوفوا دابا حنا دابا كيتعاملوا معنا الناس كنشوفوا الوضعيه ديالهم كيفاش دايره، كاين اللي كيجي كيتشطر معك على درهم ولا جوج درهم، يعني الوقت شويه قاسحه، الله يحسن العون، وشويه الله يجعل البركه شويه، يعني ماشي بحال السنوات الاخرين، هاد السنة راه شوية غادي ضعيفة، يعني الخير تبارك الله موجود، وني الوقت شوية الناس ضعافي، يعني راه الوقت غادي مشورة. ورسالة للمغاربة في هاد رمضان كريم إن شاء الله، ونتمنوا من عند الله سبحانه وتعالى يهز علينا هاد الوباء هذا، الله يرفع علينا هاد الوباء.